بنتي عندها اسهال، كاني بنتي تعبانه شتموت. عندها التهابات بسيطة قوي، عندها سوء تغذية حاد. 110 انفرني، يعلم بحالتي الارحم الراحمين كلهم بر وشاي، وابو عيالي ما معه ولا حاجة. ابي ابوهم مسكين. بالنسبة للطفلة سبا محمد، اجت الينا كانت تعاني من سوء تغذية حاد وخيم، مع وجود مضاعفات التهاب رئوي وكذلك اسهال. تمت استقبال الحالة في حينها وتم اخذ القياسات، ومنتصف الذراع المواكل المسمى كان 10.5. بسبب سوء الحالة المادية التي أخبرتنا بها الأم، جبتها هنا، وصلت هنا، أبولي حفاضات، أبولي كل شيء. أعطيت جميع العلاجات، كذلك أيضا حالتها الآن بدأت تتحسن عن اليوم الذي أجت عليه. الحمى بدأت تتدرج بنزولا، والالتهاب الرئوي من السعال بدأت تخف ملامحه أيضا. الحمد لله، هنا في نعمة والله، في نعمة والله يا دكتور. يا اللي هنا بالدنيا كلها نحمدها ونشكرها.